تقلبني من الملف إلي سلم شكل الدين كثير والفن البازل فيه لو احنا عملنا الثلاث أجنحة بتوع الصليب دول كانوا الثلاث أجنحة دول فلهيك صح للكنيسة اللي كنت فيه بره اللي كنت صور دول جزعت في 1905 لملحق العالم يا جماعة ما كانش موجود لا ما كانش موجود بالحق ده كده فصل الكنيسة جزئيتين الهيكل وصحن الكنيسة الأبائس كانوا موجودين في الآونة دي خدوا الهيكل واستخدموا كنيسة وخدوا المذبح من مكان من هنا رحلوا الشرقية جوه وعملوا حاملة يقناص صغير من هنا لحد هنا اللي هو هناك ده شكل الكنيسة مركز البحوث الأمريكي في 2002 خد الدير مشروع ترميم 2002 حط 2012 عمل ايه جماعة في الكنيسة رممها نظفها نظافة ما رسمش لأن الفن ده من القرن السابع الميلادي دير من الوراء على الثلاثة من السابع بلكم العشر سنين ولا جماعة صرفوا على دير فلسة أبونا بيقول لك شو عندي أبونا بولي بيقول 30 مليون دولار 30 مليون دولار صرف على الكنيسة عشان كده يا جماعة الكنيسة مصنفة عالميا على قائمة التراث في العالم كله عشان كده تبقوا في أي وقت لما مقفولة احنا مش هنحرم الناس من البركة ولكن عشان نحافظ عليها الثلاث أجنحة بتوع الصليب بص كده يا جماعة شايفين المربع السيمبل الصغير ده كل الكنيسة كانت قبل 2002 بالشكل نظفوا نظافة وفي حاجات مكسرة طبعا محروقة طبعا الأسف لكن ما ينفعش يلي في الست العذراء أم النور فوق بترد على ربنا يسوع المسيح شايفينها يا جماعة؟ رد على بدعة الطواف تعالوا كده يا جماعة في عدد فوق بلاي تعالوا كده عشان تشوفوا ما يكون هذا الشيء الست العذراء أم النور رد على بدعة الطواف كان في حد من الشباب من ثلاث أربع أيام كده يا جماعة في الرحلات يقول لأبونا هو ده مش خدش للحشمة بتاعت الست العذراء أم النور قلت له لا مش خدش للحشمة ولكن ذلك ذات ما يسوق ربنا يسوع المسيح في واحد مبتدع مرزوقي اسمه نقص اسمه فاقي زي أفلاطون وأريس ومثل الهرطقين الهرطقة أو البدعة بتاعت بيقول فيها إنه جسد ربنا يسوع المسيح جسد هلال هلال يعني خيال بل الله ربنا يسوع المسيح أحد ناسوت كامل شابهنا في كل شيء ما خلق هنا خبز ما كل واحد اسمه مكتوب باللغة القبطية في الملاك مسيحيين في الملاك جبرائيل في بولس الرسول في بطرس الرسول في أشعياء النبي مسك النبوة تعقب دانيال النبي مسك النبوة وفي موسى صاحب الأسفار الخمسة من الناحية الثانية نفس الأيقونة ضافي فوق أرمين حلقيال وإليه عشان تكمل العائلة المقدسة جماعة في سالومة القابلة وفي يوسف النصار خادم القرآن تحت في أربع أيقونات أربع أيقونات دول المؤسسين للرهبنة عند بيدور ثالث أنبا شنغا ليس مطاحلين في أنبا بشاي صديق الأنبا بيقول لك لما تشتري القرابة كل اللي يجي بيقول لك أنبا بشاي كان أنبا شنغا لا قال الأنبا شنغا يا أنبا بيدور لكن أنبا بشاي صديق للأنبا بيدور بيشتري القرابة في سنة القرابة الثالثة أنبا شنغا والرابعة أنبا ويسك في تحت ثلاثة من أباء البطاركة بابا صلاح بطريرشي عشرين في بابا كيريلوس الأول عمود الدين ابن أخت البابا سبوكين لكن البابا كيريلوس صورتين يا جماعة الله شايفين؟ أدي هالة البابا كيريلوس وفي قديس من الناحية بتاعته اللي هنا في ثلاث طبقات من الفن الطباع في ثلاث طبقات يا جماعة الفنان اللي رسم آخر فن رسم على الطبقة القديمة ما بدأش من الأول كده لما رمم المرمين القرآن من يوم مركز سبوه جنبي سبوه جنبي ورسم على الفن اللي هو كان مرمى في نفس جدة اليمين فوق ربنا يسوع المسيح جالس على العرش في اثنين ملائكة ميخائيل وغبريال في يوحنا المعمدان زكريا الكاهن أبوه في قديس متى الإنجيلي ومرقس الإنجيلي والبابا بطرس خاتم الشهداء في من الناحية الثانية القديس لوقا والقديس يوحنا البابا بطرس حامل إيمان تحت في أربعة قديسين يا جماعة في استفانوس أول واحد رئيس الشمال صوفيا ابن الثالث رئيس الشمال وماسك على إيده ما يساوي الثالث رئيس الشمال فبلاو للدم مع أبونا في القداس عشان كده من الرسمين وماسك حاجة ما يساوي الثالث في القديس ماركوس والقديس يوحنا والقديس إنيانا الثلاث أيقونات يا جماعة دول في رأيين الرأي الأول يقال بعض استفانوس وأتاك شمالته
والرأي الثاني من أداء المصارف الأوائل. وما استقرناش على رقم من الاثنين ليه؟ مكتوب اسم القديس مش مكتوب صفة. يعني مكتوب هنا يا جماعة أديوس ماركس قديس ماركس فحقه الاحتمالية. في تحت أمنا مستيليوس الكبير أما عن العين المفتوحة في الرسم يا جماعة رمز إلى الاستنارة الروحية. ده كل سوى كل العين رمز إلى الاستنارة الروحية أو البصيرة الروحية المستنية. فوق الجماعة في موسى النبي يستلم لوحي الشريعة وفي موسى النبي والعليه ادي جسم موسى النبي ادي مشتعله بالنار كان حاجه في المكسره زي ما انا قلت لكم ومحروها بالصابع حتى لا ما ينفعش يسرق فيها. الشرقيه يا جماعه في ثلاث ايقونات قبة في الرسم الاحمر الخفيف ده شايفينه دي عشان السر اول ايقونه. الايقونه الثانيه وباقي منها كنت القيامه وباقي منها ملكين القيامه ادي ملاك وادي ملاك. الايقونه الثالثه صوره البنتكراتور الضابط الكل رفعه اليد مستمعين يا جماعة رمز البركة رمز البركة. تحت ثلاث أيقونات شكل بعض مرسوم فيهم ستارة. الستارة دي لها معنيين، المعنى الأول خيمة الاجتماع في العهد القديم والمعنى الثاني رمز أن السماء محتجبة أسرارها طالما موجودين إحنا في الأرض. تحت ثلاث أيقونات الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل وفي النص صليب والصليب نزل منه حاجات يا جماعة شايفينه؟ دكتورة بيست بولمان مدير مركز البحوث الامريكي جالت مقولة عن الصليب ده جالت الصليب ده الوحيد في العالم كله اللي هي عن ايه في الصليب ده؟ في حاجات اللي نزل منه يا جماعة ده البيض والأزرار. البيضة رمز إلى خيانة ربنا يسوع المسيح زي ما الكتوب بيطلع من البيض ربنا يسوع المسيح طلع من القبر بجبروته فإذا البيضة رمز إلى خيانة ربنا يسوع المسيح. أما عن الأجرار رئيس الكهنة في العهد القديم كانوا يحطوله أجراس أو جلاجل أكتب إجراس عشان يميزونه رئيس الكهنة. عشان كده لما كان يخش الهيكل تبت الأقلاس في العهد القديم ما كانش حد يخش إحنا العصر النعمة دلوقتي كل لما نخش في العهد القديم كان يخش رئيس الكهنة لما تجي له الجرعة واللي حصل زي ما حصل مع زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان والأباء الناس الكلام الصليب معاه حس المسيح رؤيا لما طول عليه القصور ماشي؟ والمعلق على عود الصليب رئيس الكهنة الأعظم عشان كده يبقى البيض والأزرار رمز إلى ربنا يسوع المسيح. دي لكن ما تعجلش على رزقك. في هنا بس العذراء من النور عشان السماء الثانية دي الثانية. أما عن الغزال زي ما أنت بتقول في شمال يمين اثنين طاووس، في اثنين غزال في شمال جنوب يمين اثنين طاووس. الغزال داوود النبي يقول كده في مزمور 41 كما اشتاق الأي إلى جداي وللمياه كما اشتاق نفسي إليه يا الله. رمز إلى الحياة الروحية يا جماعة، زي ما الغزال يشتغل ربنا يشتغل المية يشتغل ربنا. آخذ جسد ودمه في المذبح، أروح بيه الحياة الأبدية اللي مالهاش نهاية لرمز الطاووس. طاووس يا جماعة في الفرعونية كان يرمز إلى الخلود، أما في المسيحية فيرمز إلى الحياة الأبدية اللي مالهاش نهاية. ليه؟ عشان شكله جميل وعمره طويل، مش كده علاقة الطاووس والغزال مرسومة في الشارع. الأعمدة الضخمة اللي أنتم شايفينها لابوها هنا في دير أمر بيقول ودير ابن اخته قال بشنو غير انتوا متوحدين. روح على دول الاحمية وتلاقيها كل حوائط مبنية. معايا يا جماعة؟ لكن الأعمدة الضخمة دي جت من فين؟ جت من بوادي المعابد الفرعونية المهجرة المهجورة. قبل ما يسكن أمر بيقول في القرن الرابع الميلادي كان في مدينة أجريبة الفرعونية المهجرة. والآباء خدوا أعقاد المعابد وبنى بها الكنائس زي ما أنتم شايفين. اللي رسم الفن ده كله واحد اسمه الراهب ماركوريوس الشنود. في القرن السابع زي ما انا قلت لكم عشان كده رسم صوره للشهيد ماركوريوس في الفرسيه هناك شايفينها؟ الوحيد فارس من الفرسان في الكنيسه. جنبيها في صوره ثانيه كمان جنب ماركوريوس في صليب وكبر. بص كده هذا الصليب هذا الكبد بتاع الصليب وهذا الوشاح بتاع الصليب شايفينه؟ الصوره دي زي ما انا قلت لكم الحزب من 1905 1905 جسم الايقونه جزئيتين هي بره وجزئيه جوه. كده المرممين بره الشغالين في صحن الكنيسه لما يخلصوا هنشوف هل بقى على عوامل الجوده قلت الايقونه ولا بوظتها من الشكل. اخر حاجه لما انتم داخلين لقيتوا في عمود صغير وسيبكم اهو هنا يا جماعه عندي شايفينه؟ العمود ده اصلا مش مكانه هنا عشان كل اللي يخشوا يقول هل ده اللي كان بيستشهد عليه. لا العمود ده اصلا مش مكانه هنا الشمع ده شايفين حاطينه فين احنا؟ ايوه طب والمسجد وكانوا بقى وبعدين احيانا بيحطوه جنب المذبح. دول عمود من عمودين كانوا قدام المذبح من جوه شمعدانين ولذلك مش
احنا بنتكلم عن موضوع هنا لانه هنا الدليل بتاع العمود ده لجينا قاعدتين صغيرين لمشينا الارضية السنة اللي فاتت لجينا قاعدتين قدام المذبح اذا كان الشمعدان قدام المذبح والتجوزة الصغيرة اللي فيه دي كان حق الثانيين والكفيل بتاعه حد اي سؤال؟ نعم الرسومات الواضحة دي يعني مرسومة ولا في حاجات باهتة في حاجات دهية لا هي اللي كانت تشوفه بقى هم نظفوا الايقونات ما رسموش والدليل زي ما انا قلت لحضرتك في حاجات مفسره مدير بتاع الدلايله اسمه البرت كانوا هم حاطين السجاره فوق الملاك الثاني بتاع القياده لما تجرب جنبه فوق خالص تلاقي العين مرسومه لكن النيل الاسود مش مرسوم فانا بقول له مستر البرت حط له لقطه صغيره كده عشان تظهر العين قال ما تبقاش امان الناس تيجي بعد كده يقول الطلاينه رسمه وما نظفوش هم نظفوا نظافه فقط وبدليل شابوا المربع السلمي ده عشان يقول ان الكنيسه كانت ايه قبل الترميم وبعد الترميم دي كده عشان كده هم في حاجات ساهله حاجات مش ساهله لا الحاجات هم نظفوها نظافه فقط ثلاث ايقونات ولذلك كده مش شايفين ثلاث ايقونات هنا بقى نوصل للسيكون سؤال؟ نعم. أنت قلت العين المفتوحة بترمز ليه؟ للبصيرة الروحية في الاستنارة الروحية. طب نسلم مع بعض الماء. اللهم صل على محمد.